للتعليق على آخر تطورات الأحداث في جمهورية مالي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة باماكو المحلل السياسي المالي عبد الله توري. أستاذ عبد الله، مرحبا بكم. منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار مارس الماضي، وجمهورية مالي تشهد موجات متتالية من التظاهرات، ما حدث أخيرا في بلدكم هل هو حركة مدنية بأذرع عسكرية أم هو انقلاب مكتمل الأركان؟ وعليكم السلام، أهلا أهلا بك. وسهلا. أشكر قناة الرافدين الفضائية وأشكر جميع المنتسبين إلى القناة، وأشكركم على استضافتي على المنصة الإعلامية. أهلا بك أستاذ عبد الله. بالنسبة لما يدور الآن في مالي منذ الانتخابات التشريعية، كما تعلمون منذ بعد نتيجة الانتخابات التشريعية وغياب رئيس المعارضة من الساحة السياسية، مع وجود حالة الوباء التي كلها أسباب يعني لإلغاء الانتخابات التشريعية في مالي. نعم. بعد ذلك ثم نتائج الانتخابات التشريعية وما تلته من التزوير وإلغاء بعض أصوات الفائزين في الانتخابات، كل هذه التراكمات أدت إلى تدهور الأوضاع بين خاصة بين المعارضة السياسية وبين الحكومة القائمة التي كان إبراهيم بوبكر كيتا يقودها. نعم أستاذ عبد الله، أستاذ عبد الله، يعني نستثمر وجودكم معنا. هل البيان الذي أطلقته مجموعة الضباط التي أعلنت الانقلاب على الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، هل جاء في مضمونه أقرب إلى مطالب المعارضة المالية؟ تعتقد ذلك؟ نعم، يعني بالنسبة للبيان الأول الذي صدر من المجموعة الذي مجموعة الأذكر، نعم، حسب البيانات كلها يعني أو أغلبها يعني هنا، لأن الأوضاع أصلا كانت متدهورة، لأن هم تحدثوا عن الوضع السياسي المتأزم منذ شهور، وتحدثوا عن الإدارة الكارثية لشؤون الدولة والإدارة العائلية، خاصة الإدارة العائلية لشؤون الدولة وتفشي الرشوة. هذا جاء في خطابهم كذلك، تفشي الرشوة واستنزاف خيرات البلاد وتدهور القطاع الصحي التعليمي، وأكبر من ذلك كلها التدهور الأمني في مالي والتصاعد في قتل الجنود الماليين أنفسهم وحرق القرى وقتل السكان. كل هذه المشاكل أصلا كل هذه يعتبر أسباب، يعني أسباب تحرك 5 يونيو التي ما زالت يعني مستمرة في الساحة المالية. نعم. وبناء عليه كأنهم ذكروا نفس المجموعة العسكرية، هم نفس الأسباب ذكروها، يعني نفس الأسباب التي كانت سبب خروج المجموعة العسكرية هذا حركة 5 يونيو عفوا، نعم، إلى الساحة ومعارضة الرئيس وإعلان التظاهرات في الساحة. طيب، المالية أستاذ عبد الله، المجموعة التي نفذت الانقلاب تحدثت طبعا عن فساد الرئيس والطبقة الحاكمة، وأيضا اتهمتها بأنها منساقة وراء فرنسا، لكن ماذا تتوقع من فرنسا؟ هل ستفشل الانقلاب في قادم الأيام؟ تعتقد ذلك؟ نعم، يعني كلنا نراقب عن كثب ماذا بعد هذا الانقلاب، والسبب هو ماذا؟ السبب هو أن حركة 5 يونيو كان مستعدا للخروج بالأمس أصلا، ووصلت التظاهرات إلى أن يستقيل الرئيس، ثم فوجئنا بخروج ضباط استجابة لطلب للضغوطات الموجودة، فكان بمثابة يعني نزول مطر في حالة ضغوط كبيرة في الساحة المالية، لذلك الشعب يلتف حول المجموعة العسكرية. لكن يعني هذه المجموعة العسكرية يعني ما هي دوافعها وما هي الأيادي الخفية خلفها، هذا يتبين لاحقا أثناء الإجراءات التنفيذية التي سيتخذونها في قابل الأيام. طيب أستاذ عبد الله، الاتحاد الإفريقي وأيضا الأمم المتحدة استنكرت حركة الضباط، وأيضا قررت تجميد نشاط جمهورية مالي في المنظمتين الدوليتين، برأيكم
هل يمكن أن ينجح الانقلاب في حال دخل في العزلة الدولية؟ كل هذه كانت متوقعة أصلا، وسبب ذلك هو أن مجموعة الاقتصادية الغرب الإفريقية أصلا أتى وفد يعني 3 مرات، حتى رؤساء 5 دول يعني كاملة من دول الجوار جاءوا إلى مالي لتفاوض ووضع حد لهذه المشاكل، لكن كلهم رجعوا بدون نتيجة. فهذه العقوبات كانت يعني هم رأوا من الماليين التصميم يعني والإصرار على نجاح ثورتهم، فالعقوبات كلها متوقعة. ولذلك الماليون الآن يعني مثلا يعني في الوسط الشعبي ليسوا خائفين من العقوبات حاليا، والسبب هو أنهم عانوا كثيرا يعني خلال 7 سنوات الماضية، وهم يفضلون هذه العقوبات أفضل من سوء الإدارة في البلاد. اما بالنسبه للمجموعه العسكريه نعم، فهم كما قلت لكم الدوافع غير معروفه، الا ان يعني هناك بعض الاخبار تقول ان فرنسا تفاوض معهم قبل ان يخرج الرئيس يعني لحفاظا على بعض مصالحها في مالي. استاذ عبد الله باختصار لو سمحتم، هل الشعب المالي مع ام ضد الانقلاب بعجاله لو سمحتم؟ الشعب المالي مع الانقلاب. نعم، مع الانقلاب. يعني نعم، والسبب معروف اصلا. نعم. من باماكو المحلل السياسي المالي عبد الله توري، شكرا جزيلا لكم.